لا أحد من نواب الموالاة أو المعارضة خرج عن أصول اللعبة. السقف السياسي لم يختلف، ولولا الاشتباك العوني المستقبلي لكانت الجولة الثالثة من جلسات المناقشة العامة في مجلس النواب مرت عادية. 10 النواب توالوا على الكلام، وعندما كان النائب زياد الأسود يتناول موضوع البواخر والمازوت وقع الاشتباك مع المستقبل. نحن بالنسبة للبواخر بس لفتان، يعني وكيل الشركة التركية هو الأستاذ سمير دومت، نائب رئيس تيار المستقبل. هذه أول ملاحظة. اثنين، بعد ما حدا وقع على عقد ولا حدا قبض ليرة ولا حدا دفع ليرة. ثلاثة، إذا كان في من سؤال حول أي سرقة أو سمسرة أو عمولة أو كائن، يعني شو ما كان نوعها، بعتقد الأولى بالمعروف هو تيار المستقبل والأستاذ سمير دومي. هيدي واحد. اثنين، بالنسبة ل لا بدي معلش، تيار المستقبل يعني كتلة برلمانية، ما فيك تتهم بهذا الشكل، لذلك هذه تحفظ على مثل أموال الكازينو وبعض النسوان العمياء بدو بالكازينو. إذا بتريج أنا مش عم بسألك، فلتشطب فلتشطب أبو الكازينو. هلأ بجاوبك عنا، مرتي إلى 16 سنة بالكازينو قبلي وقبلك. أنت زياد بتشتغل موظفة وبتقبض مثلها مثل غيرها. أحمد ولا معلوماتك لوش الرئيس وقت اللي بيطول علينا ما حنقبل. استاذ احمد، استاذ احمد تطول غير مقبول. بيطول عليك اكثر، بيقبض العم يقبض هو سبران بسيل، عم يقبض وبيعرف. اولا الحكومه على مستندات، جيبوا لنا مستندات، جيبوا لنا مستندات، حكي جيبوا لنا مستندات. سالوا وزير الماليه، حكي انه رئيس الحكومه اتهم. جيبوا مستندات وزير الماليه، قال رئيس جيبوا مستندات. بنجيب لكم قرارات ديوان محاسبه، رئيس الحكومه عم يجيب لكم قرارات ديوان محاسبه. رئيس الحكومه هو اللي اتهم. كفي رئيس الحكومه اللي اتهم، يتفضل هو يبرر. كفي انت وياه. الان عون انت من حررك؟ عفوا شو بدي اعمل اذا كل شيء صار؟ زيت الراس، زيت الراس بالسيمون اللي حكي قولة الرئيس. اولا يا زميلنا احمد فتفات دكتور، اولا انا عم دير الجلسه وانا شفتني اني شطبت العباره، ما لك حق تدخل. بس هذا مره بالاعلام يا دكتور، ما لك حق تدخل. حكيت شطبت العباره، يذكر اللي بده اياه اسامي اشخاص، بس يذكر تيار سياسي هذا مش عارف. ويش بيتي اذا بتريد بالنسبه للمجلس وبالنسبه لكل كتله من الكتل ولكل زميل من الزملاء؟ نعم بالنظام. النائب عمار حوري رأى أن لا شبيه لهذه الحكومة لأنها تعبر عن الدويلة لا الدولة. دولة الرئيس بس يا ريتك امبارح وقفت كلام التشويه بحق الشهيد رفيق الحريري. أنا ما وقفت كلام امبارح. شهيد رفيق الحريري، لا انت ما كنت هون بالاساس. دولة الرئيس بلا مزايدات، كل الوقت انت ما كنت هون، كل الوقت هون ما حدا تناول الشهيد بلا مزايدات. لانه اذا بدنا نحكي بتاريخ البعض، يعني ما بنعود نخلص من هون ل 100 سنه بقى بلا نحن فخورين بكل شغله عملها الجنرال عون. بنبلش من لندن لبيروت. خلص يا خي، مش عارف كيف ما عم بتمشي، وهن عم بيتشبهوا فينا هلا بس مش عم تزبط معهم. ما عم نتشبه بيها، بلا عم تتشبه فينا، بس مش ظابطه معك. مش ظابطه معك يا ابراهيم. ويدور نقاش عميق في البلد حول افضل القوانين التمثيليه التي تناسب الحاله اللبنانيه، لكن الواقع الذي يواجهنا جميعا هو تناقض اجراء اي انتخابات نيابيه في ظل سلاح غير شرعي يصادر إرادة الناس. لا تستطيع أن تذهب منذ البداية إلى طرح يجب أن ننزع سلاح المقاومة وبعدين بنحكي بشيء آخر. لا، إذا مسلمين في خطر إسرائيلي منروح على طاولة واحدة منشرح شو كيفية، كيف سنواجه هذا الخطر، سنطرح على الطاولة المقاومة، طرح حواجزك، طرح أفكارك. نحن لسنا منغلقين، بل نحن مصرون على الاستماع إلى وجهات نظر شركائنا في هذا الوطن. هذا التركيز الدائم على سلاح المقاومة، وعلى الأخص ما سمعناه البارح عندما ربط هذا الأمر بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، إنما يتحججون بهذا الأمر لإخفاء
تآكل شعبيتهم. وكانت الجلسة الصباحية استهلت بكلمة للنائب غازي زعيتر الذي انتقد نهج المعارضة. نكتب على هذه الحكومة سياسة النهي بالنفس. النهي بالنفس يا دولة رئيس الحكومة هي الوقوف عن الحياد ومراعاة لكل الأطراف. تعرض الأمن القومي اللبناني لهزة شاءت القدرة الإلهية أن ينجو منها لبنان وأن ينجو منها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. كيف تسمح شخصية نيابية من الصنف الرفيع لنفسها أن تصف ما حصل بالمخيلات والإرهاصات لتكر بعد ذلك المسبح من صغار القوم الذين يقتاتون على مآدب الكبار؟ الحقيقة أنا عم بشوف أنه في سجال اللي عم بيصير هو بين الأكثرية والمعارضة، وطبعاً عم بيلحقنا بعد انتقاد، وهذا الانتقاد بتمنى أنه يكون انتقاد اللي عم بيكون انتقاد بمحل وبنائنا، طبعاً هناخده بعين الاعتبار. واعتلى المنبر أيضاً النواب عبد المجيد صالح وجمال الجراح ونبيل أولى.